الله يدير شي تاويل ديال الخير. السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من برشيد. معنا واحد الشاب اللي في إطار واحد القصة اللي غادا تهز يعني المغاربة، واحد مساخيط الوالدين يعني ولاد واحد السيد اللي لا حبهم وتكلف به هاد الشاب، كيحاول أنه كيطيب ليه كيصب ليه كيمقابلو وحاولوا أنهم داروا ليه واحد الواجب شهري، ولكن للأسف ما خلصوش فرزقو. غادي يحكي لنا شنو واقع. تفضل سي محمد. السلام عليكم. اول حاجه هاي يدي كنهزها امامكم امام الله، اقسم بالله العلي العظيم ما باغي لا نكذب، ما باغي لا شفقه لا سعايه لا حتى شي حاجه. الحمد لله عندي كتافي نخدم بيه. الهدف ديالي من هذا الفيديو انايا هو نلقى خدمه ونعاود نوقف على رجليا من جديد. راكم عارفين دابا كل شيء غالي، انا ما خدام. وقع لك سي محمد بالضبط معايا؟ وقع لي اخويا هاد الناس هادو كنت خدمت معاهم تقريبا دابا عامين، من 2020 حتى 2022 كانوا دايرين لي. باش نشرح لك اكثر نتعمق معك. تفضل. مرحبا. انا كنت هاد السيد باهم، هاد الناس كيعرفوني يعني هما تيثقوا فيا، قالوا وخلوني مع باهم تنبدا انا وياه في الدار طيب ليه تنصب ليه تنخرجوا برا تنصب ليه حوايجو نحسن ليه كل شيء انا تنديرو ليه بحال ولده. من بعد اول حاجه ما خلصونيش شي شهور ما خلصونش ليا. ذكرتي لي واحد المساله يعني خطيره، انه قرب العيد الكبير وحاولوا انهم ينقصوا لك من الخصم 2200 درهم باش يشريو العيد الباهي. راك طلعتي على كل شيء. نعم. تقريبا تصاور فيديوهات وريتهم لك. نعم. 1200 درهم حيدها لي ولده من الخلاص، قال لك سيدي باش نشري انا الضحيه باش نعيد بها انا وبو. هما قليل عليهم خويا ما فهمتش انا هاد الناس هادو كيفاش مع العلم عندهم فلوس، يعني ربي ممسك عليهم ماشي شي وحدين اللي ما عندهمش، يعني الناس عندهم ولكن ما عرفش ما نكذبش عليك ما نعرفش يعني هادشي بزاف. كنتي كطيب ليه كتحسن ليه وجهه كتقابلو يعني جميع الامور. إيه انا مكلف ليه، هو السيد راجل كبير يعني داخل في الثمانينات. نعم. سميتو عنده كدا و 80، ممكن انا كنعتني به. ديري لي المصروف الشهري ديالي انا وياه 1000 درهم، وتخيل معايا 1000 درهم انا وياه 1000 درهم. هذه فيها ماكله فيها شراب فيها شراب فيها صابون فيها بوطه فيها خبز فيها خضره فيها كل شيء. وقسما بالله شتي ديك 1000 درهم انا كنت كنزل اللي طالع على الصور، يعني بالنسبه للدار ما كاين فيها لا فراش ما كاين فيها حتى شي حاجه. ودي ومانطا وحده قلت ليهم خاصني مانطا والله ما عطاوها لي قسما بالله. ديك داك الاسلوب دا زعما ديال راه كنخلصوك شري مانطا خاصك مانطا شريها. يعني كنخلصوك انت اللي خصك تشري. زعما حنا ماشي سوقنا. انت داكشي اللي خاصك تشري حنا ماشي شغلنا. وديك 1000 درهم اللي كانوا كيعطوني مصروف ديالي انا وبام وانا كنت كنزيد عليها 1000 درهم انا ما تقدنيش كيفاش بوحدي ما تقدنيش. ما بالك مع راجل موسي. والحمد لله ما تنكمي ما تنشرب، راني زيت يدي وحلفت راني ما تنكمي ما تنشرب ما فيا حتى شي بليه. ولو انهم شافوا فيا شي فيديو شافوا فيا شي ديفو ولا شي حاجه ولا والله العظيم ما يعقلوا عليا بالله قسما بالله ما يعقلوا عليا. يعني هما لقاو فيا واحد الغرض ديالهم داخل سوق راسي وكل شيء، ولكن الفلوس راه ما نعطوهاش لك. راه ما عمر شي واحد جاب لي شي بورفوار ولا شي حاجه قال لي هكا دي ديال ما كايناش. لدرجه واحد النهار ولدو بقات عندي 20 درهم صرف وجا دق عليا قال لي هذيك 20 درهم. تخيل انت. حاولتي انك دخلتي معاهم في مفاوضات باش يعطيوك رزقك؟ لا ما دخلتش كاع، ما حاولتش كاع ندخل معاهم لا في مفاوضات لا حتى شي حاجه لا قانون لا حتى شي حاجه. اولا دوك الناس عندهم معارف، الا انا دخلت وانا عندي ادله وعندي شهود. وحاجه واحده ما كانش عندي النهار ديال روبو ديالي ما كانش. ما كنتيش كتجلس؟ ما كنتش كنجلس ديما انا في الدار، حتى الا غنخرج كنمشي للقهوه وكنرجع ما عندي الحق نسافر ما والو. انا ديما مع با وما عمر شي واحد فيهم جا قال لي الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين سير رياح ولا ارتاح
واحد البلان اللي ضرني في خاطري وبقى فيا بزاف، وما غنسمحش لهم لا دنيا لا اخره على هذا الشيء داروا ليا، حيت بسببهم وما انا دابا بيطالي ما عندي حتى شي حاجه، وما تنقولش الهضره باش نتعاون شي حاجه، ولكن يعني باش بنادم يعرف الواقع انه من بعد العيد الكبير قالوا لي وانت دابا دوزتي معانا العيد الكبير، صبرتي معانا دوزتي مع بانا العيد الكبير، سير سير ريح، سير خذ شهر ديالك. وتخيل معايا من شهر 4 شهور خلوني نريح 4 شهور، وانا نعيط لمرت ولدي قلت لها الشريفه راك عارفه الاسر المغربيه راه بنادم راه خصو يصرف، راه انا راجل راه ما يمكنليش نبقى جالس مسرح رجلي في الدار، وهادي 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 راه تابعني حتى انا التزامات 4 شهور. قالت لي قلت لها قلت لها شوف، قلت لها راني لقيت خدمه، قلت لها ما بقيتش بغيتي نقول لي، قلت لها راه لقيت خدمه، وفعلا السيد شاف لي خدمه قال لي اش تخدم اش تعيط ليا، انا صيفط لها ميساج في الليل غدا في الصباح تعيط ليا مع تصوت الصباح الو فلان عندك باسبور وبيرمي، وتخيل معايا نتايا ما بحالكش ما عندكش ويقولك شي واحد باسبور وبيرمي، قلت لها عندي بيرمي وكاين باسبور، قلت لها علاش كاين السؤال بالضبط علاش كيسولوا على الجواز ديك باش تطمعك، واش فهمتيني باش تطمعك، باش انت ديما تبقى طامع انه هادو راه غيشوفوا ليا راه داك الطمع بقى مهلي في الوالد ديالك ماشي نتهلل في الوالد، غراض شافوا فيك المرقه خصهم يغمسوا فيك واش فهمتيني، شافوا فيك خاص انت صالح ليهم، يعني هي غتجيب واحد ما تتعرفوش، هي تتعرفني مزيان نعم تتعرفني مزيان حق المعرفه تتعرفني، انا هذيك السيده كنت قابلت لها بها في 2015 راه جلست معها 4 سنين تتوفى، داكشي علاش عاودت عيطت عليا في 2020 باش نقابل لها بها تراجلها، قلت لها واش كاين، لا قالت لي ما نخليكش وما تمشيش ولقيتي خدمه جديده على حنا طلقناك وعلى، تخيل معايا كانوا دار لي 50، من بعد ما قلت لها ديك الهضره ديال راني محتاج الخدمه وضروري خصني نتحرك داروا لي 46 من 50 ل 46 مي قلت لها راه ولات يزيدوا لك 1200 درهم، مي قلت لها علاش وكذا ما جاوبونيش، عاود قلت لهم راه شوف انا ما بقيتش باغي نخدم معاكم، وصيفط لهم نمره السيد اللي غيجي قابل بهم ما جاوبونيش، علاش الله يعلم. شنو كتبغي تقول لهاد الناس اللي انهم تكرفصوا عليك وتعداو عليك صراحه ما شوف انا واخا نهضر تنعيا واخا نشكي تنعيا واخا نبكي كاع الدم، عاد بنادم ما يدير ليا وتا واحد ما عنده ما يدير ليا حيت ربي اللي حاسب داكشي يدوز، راه عامين البرد العدد. الجوع قسما بالله راك شتي كلشي الصوار وطالع في الصوار، يعني اذا نقول لهاد الناس انا خاصكم غدا قدام الله، هادشي اللي غنقول لهم، الدنيا كلشي غيفوت كلشي غيفنا، انا خاصكم غدا قدام الله، ما عطيتونيش رزقي هنايا غدا نشدو من حسناتكم غدا قدام الله. كيفاش كتعيش اخويا محمد دابا يعني من خلال هاد الصدمه اللي وقعت لك مع هاد الناس وداكشي كيفاش كت كتمشي عليك شادني واحد العصاب، تنحاول نبرد على راسي، تنمشي هنا للحي الصناعي تندفع سيفيات قسما بالله ما تنعش والله ما تنعس، شدني عندي اعراض ديال الاكتئاب ديجا مشيت عند الطبيب قسما برب العزه لا اله كاينه بالله، مشيت عند الطبيب قال لي عندك اعراض اكتئاب خرج لي دواء، ولكن كنحاول ما امكن داك الدواء الا ولفتيه غتبقى ديما عايش غيبي، كنحاول ما امكن نخرج من هاد من هاد من هاد التجربه وصافي هادشي اللي كاين، كنحاول نقلب على خدمه نوقف على رجليا من جديد، كنطالب الناس انا ما باغي لا سعايه لا حتى شي حاجه، الحمد لله عندي كتافي نخدم بهم. عرفتي الوضع ولكن انك بغيتي باغي غير نوقف على رجليا خدمه، شي راجل كبير ما كاينش اللي قابلو مع شي ناس اللي كيقدروا الثقه ديال بصح ويقدروا المعقول ديال بصح. ولكن ما تخافش انه وقع لك نفس المشكله خويا محمد. لا لا كاينين الناس عزيزين عليهم والديهم. ما يمكنش تعمم على كل شيء خايب، ولكن كاينين الناس عزيزين عليهم والديهم، ان فوا يلقاك مهلي ليه في والديه. كيزيد يتهلاك اكثر. يديرك بحال ما لقلي. ولكن هادو كانت تجربه ما نكذبش عليك ما استثنائيه، هادو هادو بزاف. هادو كاين شي رقم اخويا محمد اللي اي عندي الرقم انا نعطيه لك صفر ستة نعم 20 64 نعم 94 نعم 78 عاود الرقم اخويا 06 20 64 94 78 78 الرسالة اللي ممكن انك توجهها للمغاربة داخل المغرب وخارج ارض المغرب عبر القناة تشوف فيها اش نقول لك، اللي عنده شي والدي يتهلا فيهم، لانه هو في السوشيال كنشوفوا بزاف بنادم تيبدا يحط دوك التصاور ديال هو بالوالدين احسانا ودوك الفيديوهات ديال امي ابي وداك الشيء، ولكن شوف هذا اللي عالم به الله، عندك والديك ما محتاجش انك توري للناس انك كتهلا فيهم،
انت هادوك والديك من الواجب عليك تهلا فيهم فعلا. وقل ربي يرحمهم كما ربياني ربي صغيرا. يعني ماشي ضروري انني نصور الناس انا والدي، حيت كاين واحد كاين هذوك الناس واحد النوع ما يمكنش نعمم اللي ما كيديروا حتى شي حاجه لوالديهم. يعني كتجي المراه وكنقول لك انا هذا الشيء بعيني، تخيل انت يا كتبغي تعطي لباك كتقول لك مرتك لا، علاش انت تعطي مال الاخرين ما كاينينش؟ خصوصا الا كانوا خوت مثلا كتقول لك راه كاين خوت اخرين. كتقول لي خو عنده ولاد وخوت اخرين، انت راه عندك ولادك اللي عنده شي والد تهلا فيهم، هذه غير الدنيا كل شيء فايت. من الواجب انه الانسان يتهلا في الابناء، راه حتى الوالدين فعلا 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 هذا الشيء اللي كاين. كنشكرك اخويا، الله يكبر بك، شكرا على الاستضافه، الله يعطيك الخير. كيف ما كتشوفوا مجددا متتبعي قناه شوف تي في مباشره من برشيد بالضبط، معنا هذه الحاله ديال السي محمد اللي هو شاب كان خدام عند شي ناس، قابل ليهم الاب ديالهم كيتهلا فيه، طيب ليه، عجل ليه، صبن كل شيء، يعني جميع ما كانش كياخذ حتى واحد النهار ديال الراحه. كيطالبهم بانهم يخلصوه في رزقه لانه هو دابا محتاج، في اطار البحث عن عمل، باغي حتى هو يقوم براسه، باغي يقلب على واحد المورد ديال الرزق. كيوجه النداء ديالو للمغاربه داخل المغرب وخارج ارض المغرب انهم يتعاطفوا مع هذه الحاله ديال سي محمد، هذا الشاب اللي حاول ضحى الكثير والكثير. كنشكركم مجددا متابعي قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، والى اللقاء في بث مباشر اخر.